صباح الخير، انا الدكتور محمود حسنين، استاذ امراض القلب كليه الطب جامعه اسكندريه، وبكلمكم من مكتبه الاسكندريه حيث يعقد المؤتمر 18 الكارديو اليكس، واكبر مؤتمر قلب وتجمع طبي في المنطقه، في حوالي 6000 طبيب بيحضروه من مصر ومن خارج مصر، اكبر خبراء في العالم في امراض القلب. في موضوعات كتيرة تولناها في المؤتمر، لكن يمكن هكلمكم على موضوع مهم اللي هو قصور عضلة القلب أو هبوط عضلة القلب. هو هبوط عضلة القلب أو هو زي فشل عضلة القلب، ده فشل كلوي وبرضه فشل عضلة القلب. المريض بيجي بيشتكي بأعراض إن هو بيتعب بسرعة، ما بيقدرش يعمل المجهود اللي متعود يعمله، بينهج. مثلا كان بيطلع 3 4 أدوار سلم، دلوقتي بينهج من اول دور سلم. يبتدي يشتكي من تورم في الرجلين، انتفاخ في البطن، ان هو بالليل ما بيعرفش ينام كويس، بيحس بخنقه، بيضطر يقوم بالليل يجري على بلكونه او شباك ويفتح عشان ياخد النفس. الحقيقه المرض قصور عضله القلب هو محصله لاي مرض بيصيب عضله القلب ولا يتم علاجه علاج مناسب في الوقت المناسب. فإذا أمراض الصمامات القلب، الشريان التاجي خصوصا الذبحة الصدرية وجلطة القلب، ارتفاع ضغط الدم، التهاب عضلة القلب، كل هذه الأمراض بتؤدي في النهاية إلى قصور عضلة القلب. في عوامل مساعدة زي ما قلنا، ارتفاع ضغط الدم، مرض السكر، السمنة، العادات السيئة، الأكل السيء، عدم ممارسة الرياضة. احنا قلنا اعراض المرض واسبابه. العلاج الحقيقه كان زمان العلاج محدود قوي، وكان المرضى بيعانوا، لكن حاليا العلاج الدوائي تقدم قوي، بقى فيه ادويه حديثه ان هي بتحسن الاعراض، تخلي المريض يرجع يمارس حياته بطريقه طبيعيه، ان هو يقدر يرجع شغله، يقدر حياته الاجتماعية ما بتتأثرش. كان عندنا أدوية طبعا بتفيد وحسنت الحالة، لكن الشيء الجديد اللي هو في علاج جديد ظهر، والعلاج ده هو أحدث ثورة في علاج مرض قصور عضلة القلب. ده بيقلل الوفيات بنسبة 20% عن أي علاج متاح حاليا. العلاج متاح في مصر الحمد لله، لكن يمكن سعره غالي، وده اللي كان بيخلي كثير من المرضى ما بيستفيدوش منه بسبب السعر. لكن الشيء الكويس والخبر او البشرة طيبة لمرضى القلب ان هو دخل التأمين الصحي، وان هو هيبقى متاح قريبا لمعظم المرضى بدون تكلفة. عايز اقول برضو ان علاج قصور عضلة القلب لا يقتصر على الأدوية، رغم إن في أدوية جديدة وفعالة في علاج المرض ده، لكن في أجهزة حديثة بيتم تثبيتها داخل الجسم، ودي بترفع من كفاءة عضلة القلب. والحمد لله برضو الأجهزة دي متاحة في مصر، وإن كثير من هذه الأجهزة ممكن بيتم يعني أو تكلفتها بتكون على حساب التأمين الصحي. طبعا المريض هنا لازم يرجع ل أخصائي أو استشاري القلب عشان ينصحه أي علاج هو مفيد بالنسبة له. نقطة تانية أحب أتكلم عليها، مرضى السكر، إن هو علاج مرض السكر كان الأدوية اللي بياخدها المريض إما كانت ساعات بتؤذي القلب، بتؤذي عضلة القلب، أو إن هي حتى إذا ما كانتش بتؤذي ما بتفيدش. لكن الجديد والثورة الجديدة في علاج السكر إن في أدوية حديثة لمرضى السكر اللي هي بتحمي عضلة القلب، بتحميه من الهبوط، تقلل نسبة الهبوط فوق 30%، وقد تمنع برضو الجلطات والذبحة الصدرية. فمريض السكر اللي احنا عارفين انه معرض لأزمات القلب، برضو بيراجع دكتور السكر أو استشاري القلب، وبيشوف إذا كان نسبة الخطورة عنده عالية ويستحق ان هو ياخد او يتناول هذه الادويه اللي هي ممكن تحميه وتحمي القلب من الازمات. ف
فاذا انا يعني عايز اطمن مرضى القلب ان العلاج تطور قوي، وان في ادويه حديثه بتقلل من الاعراض ومشاكل القلب بدرجه كبيره، المريض يرجع يمارس حياته بشكل طبيعي. ومرضى السكر برضو اللي هم ممكن يستفيدوا من الادويه الحديثه اللي تحمي القلب من المشاكل اللي ممكن يتعرض لها. واشكركم ونتمنى لكم صحه طيبه.